مساء الخير كل أحبائي وأعزائي، معكم أنتم قناة الملك والأمير. لم ننتهي من أخبارنا أبدا، وسوف نتحدث إلى حين تنتهي كل المآسي والمساوئ. ولكن هذه وظيفتنا هي أن نتحدث ونخطر ونخبر كل مشتركينا بكل ما هو جديد وكل ما هو مفرح وكل ما هو سيء. هذه هي الأخبار، أخبار عامة قد تكون سعيدة وقد تكون محزنة. خالد منتصر، سيدة شيلة تمثال المسيح، فمن عاهد السواق من الركوب لن تزدهر السياحة في مصر، والعقول عنصرية والنفوس طائفية. لعل قال المفكر والطبيب خالد منتصر: أنتم عايزين السياحة تشتغل في مصر إزاي والعقول ما زالت عنصرية والنفوس طائفية والأفكار سلفية؟ سواق يرفض يركب سيدة مسيحية عشان شايلة في إيديها تمثال المسيح. ونشر منتصر عبر حسابه على الفيسبوك تفاصيل الشكوى، وكتب تفاصيل الشكوى قدامكم يا مسؤولين، والخدمة هي إن درايف ومنتظر تحرككم. السياحة مش معابد ولا شواطئ ولا أهرامات ولا حجر، السياحة بشر يا جماعة، بشر يفهموا إن السياحة بتجيب لنا عملة صعبة، بتأكل الغلابة، عيش كفانا، أفكار متخلفة. لابد من طرق نجاة قبل التحول إلى طالبان من خلال الانتشار السرطاني لتلك العمليات ولتلك العقليات التي تنتمي لزمن أهل الكهف. وخبر آخر قد يكون خبرا مفرحا، وهي عودة الفتاة المختفية نريمان ميلاد ويليام بقرية العمودين بصمد لوط وأسرتها، تشكر الأجهزة الأمنية. وككل يوم وكل وقت ولم يقولوا ويتحدثوا عن السبب في اختفاء الفتاة، لكن المهم أنها عادت الفتاة المتغيبة نريمان ميلاد ويليام من قرية العمودين صمد لوط المنيا إلى أسرتها، وكانت تتغيب على أثر خلافات عائلية بعد فك خطوبتها. وتقدمت أسرتها بالشكر للأجهزة الأمنية لجهودها، حيث تم تكثيف التحريات لكشف ظروف الاختفاء وإعادة الفتاة. وكان قال مصدر مقرب من الأسرة أن الفتاة عمرها 17 سنة وما زالت قاصرة، وكانت مخطوبة لأحد الشباب، ولكن لخلافات عائلية تم فك الخطوبة. وفي اليوم الثاني اختفت الفتاة في ظروف غامضة دون أن يكون معها أي متعلقات شخصية أو هاتف، وحررت الأسرة محضرا بقسم شرطة صمنلوط الذي سرعان ما كشفت التحريات للوقوف على ظروف الاختفاء. وإن كان ذلك فهذه قلة تربية من الأهل بسبب هذه الفتاة، مهما صنعوا الأهل ومهما إن كانت هناك خطوبة فاشلة فلا داعي لسرعان أن الفتاة قد تخفي نفسها عن أهلها، فهذا أمر مرفوض تام. إسرائيلية تنشر صورة لها مع الفنان الراحل هشام سليم، تعرف على حقيقة الصورة ولماذا علقت على هذه الصورة. رصد موقعنا وقناتنا قناة الملكة والأمير صورة للفنان الراحل هشام سليم الذي وفاته المنيا صباح اليوم عن عمر يناهز 64 عاما. الأحد صفحات مواقع التواصل الاجتماعي التابعة لقسم البروباغندا الصهيونية في دولة الاحتلال الإسرائيلي المنشور المطلق به صورة تظهر بها سيدة مع الفنان الراحل، ويقول المنشور: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فيدخلي في عبادي وادخلي جنتي. رحيل الفنان القدير هشام سليم ابن الكابتن سليم صالح ورئيس النادي الأهلي الأزرق. وبهذه المناسبة الأليمة تتقدم صفحة رابطة المصريين في إسرائيل بأحر التعازي والمواساة، سائلين الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون. صورة الفنان الراحل مع الكاتبة الإسرائيلية ليندا منوحين، حيث كان الفنان الراحل من مؤيدي السلام والتطبيع وتقبل الآخر ويرى الفن كما كنا. قام موقعنا أو قناتنا الملكة والأمير بالتحري والبحث حول حقيقة تلك الصورة والسيدة الموجودة فيها، والتي أشار منشور الصفحة الصهيونية المسمى رابطة المصريين يا إسرائيل أو بإسرائيل بأن اسمها ليندا منيوحين، والتي ادعت بأن الفنان الراحل من مؤيدي التطبيع والأحد زعمها. ووجدت قناتنا قناة الملكة والأميرة أن هذه السيدة اسمها ليندا منوحين عبد العزيز، مواليد 1950، يهودية ذات أصول عراقية، وهي صحفية ومدونة إسرائيلية أو زي ما بيقولوا بتكتب مدونة يعني.
عملت البوليس الإسرائيلي حتى وصلت لمنصب المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية بلغته العربية، ثم انتقلت بعدها للعمل القسم العربي بالتلفزيون الإسرائيلي، ثم أصبحت مسؤولة عن إدارة البروبريجندا الموجهة للعالم العربي في وزارة الخارجية الكيان الصهيوني. ومن أشهر الحسابات التي تشرف عليها ليندا هي صفحة إسرائيل بالعربية. ولكن حول حقيقة الكلام المذكور في المنشور، وهل فعلا كان الفنان الراحل مطبع فعلا، وأين تم التقاط هذه الصورة؟ بمزيد من التحقيق وبحث حسابات السيدة المذكورة تبين أنها التقت بالصدفة مع الفنان الراحل هشام سليم في الأقصر أثناء زيارته لمصر، أو أثناء زيارتها لمصر في 2017، وطلبت منه هو مثل أي معجبة أن تلتقط صورة معه. وطبعا الفنان الراحل لم يرفض ولم يسأل هذه السيدة عن هويتها ولا جنسيتها، فهي تتحدث بالعربية بطلاقة، وحيث أنها لم تتمكن تتحدث العربية أو لم تكن تتحدث العربية، فليس من المعقول أن يطلب الفنان صورة جواز سفر من كل من يريد أن يلتقط صورة معه. ونشرت ليندا على صفحتها منذ 5 سنوات صورتها مع الفنان الراحل هشام سليم، ولم تذكر أي شيء عن أنه مطبع أو أنه يرى في فنه وسيلة للتطبيع كما ادعت بعد موته. صورة من حساب ليندا تعود لعام 2017، ويذكر أن منصات البروباجندا الصهيونية التي تشرف عليها ليندا تعمل على اختراق وتطبيع وتطويع الناس في العالم العربي لتكبر فكرة وجود إسرائيل كدولة عادية في المنطقة وليس كدولة احتلال، وتقوم من خلال تلك المنصات والصفحات المختلفة على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة بمحاولات للحقائق وتزييف التاريخ، مستخدمين في ذلك إثارة النعرات الطائفية والمذهبية وبعض الفتيات التي يحاولن التمايل والتحدث بأسلوب ملتوي مع المتابعين في فيديوهات قصيرة تهدف لاختراق وعي الشعوب العربية، وخصوصا الشاب الصغير الذي ليس لديه دراية كافية بالتاريخ وأحداثه. ويذكر أن نفس الموقع قام بنشر صور مفبركة لعدد من الإعلاميين يتهمهم بالتطبيع أو يتهمهم يعني بالتطبيع، ونحن بدورنا ننشر هذا الخبر لكي نكشف مدى انحطاط الإعلام الصهيوني. شكرا لكم. وأما بالطفل، بالنسبة للطفل شنودة، نطلب من الله وندعو ونناشد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الأب الحنون أن يعيد لنا ابننا، أو يعيد إلى أسرته الحبيبة التي تنتظر بكل بكاء ابنها الذي أودعته وزارة النظام الاجتماعي في دار الرعاية. شكرا لكم.